السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هفصل لكم النهاردة تفسير ورؤية حلاقة الشعر للرجل في المنام، ونبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. إن حلم حلاقة الشعر للرجل من الأحلام الغريبة والتي تثير اهتماما من يراها ويريد أن يعرف ما هو تفسيرها. ولمعرفة التفسير الصحيح للرؤية سنقدم لكم هذا الفيديو، وهي حلم حلاقة الشعر الرأس يدل على السعادة والفرح فرح في حياتك ونجاح مشاريعك في الواقع. إذا كان الحالم رجل أعمال، فإن رؤيته يحلق رأسه تعني أنه سيكون لديه عمل مزدهر وسيصبح مشهورا نتيجة لذلك، سيكسب الكثير من المال. يؤدي حلق الشعر إلى تحقيق الأحلام والأهداف ويزيل المخاوف الموجودة في حياة الحالم، وإلى جانب التخلص من كل الأفكار السلبية يمكنه البدء من جديد بطريقة إيجابية. والشعر دلالة على أنه سيتم ترقيته في العمل وأنه سيحصل على مكانة بارزة في المجتمع. وأيضا حلق شعر الرجل، وبحسب تفسير ابن سيرين، إذا رأى الشخص ما نفسه يحلق شعره في المنام فهذا يعني أن الشخص يتمتع بشخصية طيبة والعديد من الصفات المحمودة، وحياته تملأها السعادة والراحة التي أعقبت الألم والمعاناة. وإذا رأى الشخص في مكانه في مكانة عالية شعره وهو يحلق في المنام فهذا لا يثير الإعجاب، مما يدل على أنه سيعبد من هذا المنصب وسيتوجه لحياة الألم والحزن. وحلم الفقراء بحلق شعرهم يدل على أن الحياة ستكون غنية وستستفيد الحياة كثيرة وستحصل على الكثير من المال. أما الحلم بأنه يحلق الشعر الرجل الغني رأسه فهو حلم مختلف عن حلم الرجل الفقير، وهو ليس بشير خيل على الإطلاق، فإنه يرمز إلى الفقر والديون التي ستتراكم عليه. ويذكر ابن سيرين أنه إذا كان الحالم يعاني بالفعل من تراكم الديون وشاهد في المنام أنه يحلق لحيته فهذا يؤشر على أنه جميع ديونه ستسدد في وقت قصير للغاية ويختفي من حياته. ودي تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير ورؤية حلاقة الشعر للرجل في المنام. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم، وأتمنى تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في حلقة قادمة من فسر حلمك مع ياسمين.